السلام عليكم اخواني اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانية؟ الحمد لله. اليوم جيت نوجد معكم واحد الكيك، كنتمنى من الله يعجبكم وانتم معي. عندنا في المقادير عندنا 2 بيضات، 7 المعالق ديال سنيدة، 7 ديال الزيت، 7 ديال الحليب، عندنا خمارة، عندنا 7 المعالق ديال الدقيق، وعندنا ساشيه ديال الكاكاو وقبيصه الملحه. وهانتوما معايا، نبداو على بركه الله. هنايا درت 2 بيضات، درت قبيصه ديال الملح، نسيت ما قلت لكم الشوفاني، الا عندنا الشوفاني. صافي، غادي ندير السنيده وغادي نطفيهم ونرجع لكم. بعد ما طربت البيض مع السنيدة، دابا غادي نزيد الزيت حتى هو 7 المعالق، والحليب حتى هو كذلك 7 المعالق، وغادي نطربهم شوية. بعد ما طربت الزيت والحليب، دابا غادي نبوزو، غادي هكا غادي ندير الكاكاو. تجيب شي نغربو شي شويه، غادي شي حاجه ما تضيع لينا، وشي نديرو ما كنضيعوش. صافي نطلعو شوية، نبداو نزيدو الدقيق شوية بشوية، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. هكا كتجي الكيكة خفيفة. صراحة هادشي ديال الباتيسري والكيك كيبغي المقادير يكونو مضبوطين، إلا مكانتش المقادير مضبوطين مكيجيش هادشي بولا. دابا هي غادي نزيدو خمارة، غير واحد اللي بغا يدير جوج يدير، المهم انا كنديرها وحيدة باغا. صافي، غادي نضربها مزيان ونرجع معاكم. ها هي الكيكة، بعد ما طربتها مزيان، هذا هو المول اللي غنديرها فيه، دهنتو بالزبدة. دابا غادي نديرها في المول وغادي ندخلها للفران. هاي الكيك، بعد ما خرجتها من الفران سقيتها بواحد السيرو، درت فيه كاس الماء،
شويه سنيده، المهم على حسب الحلاوه اللي بغى الواحد، ومعاه طريف ديال الحامض وسقيتها من الفوق. وهنايا درت هنا الكريمه ديال لا كريم باتيسيير، هنا درت 3 معالق ديال لا كريم باتيسيير مع نصف لتر من الحليب وجوج معالق من السنيد. ودابا غادي ندير عليهم الشكلاط باش نذوبو فيهم ونديرو من هنا من الفوق باش تجيني واحد الكريمة فيها الشوكولا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم اليوم. صراحه عندي هاد اللي فخوي قلت نزوقها بهم، اللي بغى يدير اللي فخوي يدير، اللي بغى يدير الشكلاط من الفوق، يعني الزواق الاختياري، اللي بغى يدير هكا الشكلاط خطوط، يعني كله واش بغى. انا دابا حيت عندي الديسير داكشي علاش درت هاد اللي فخوي هنايا زوقت بهم. كنتمنى من الله تنال اعجابكم وبالصحه والراحه، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو اخر. مع السلامه.